جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم لو نسي المصلي ركعة وتذكرها عندما يجلس للتشهد الأخير؟ هل يسجد للسهو ويأتي بالركعة ويعود ويقرأ التشهد مرة ثانية، أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا نسي ركعة من الصلاة ولم يتذكرها إلا في التشهد الأخير فإنه يقوم ويأتي بتلك الركعة ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم.